يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله، يا عالم بكل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا سلمنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا الله يا الله، وانت ربي من العبد لا سيد. يا الله يا الله، يا عالم بكل علوم، يا سامع المظلوم، أمنت يونس في بطن الحوت ولا نجيت موسى في التابوت، وحفظت الحبيب محمد بنسيج العنكبوت. سبحانك 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 سبحانك، أنت الحي الذي لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله يا الله، صدنا باب مولانا كريم ليس ينسى، صدقنا بما جاء محمد رسول الله. بحق الله رجال الله، أعينونا بعون الله، وكونوا عوننا بالله، سنحظى بكرم الله. أتيناكم أتيناكم وللأعتاب جئناكم، وفي أمر قصدناكم، فشدوا عزمنا بالله. قصدنا باب مولانا كريم ليس ينسانا، وصدقنا فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب، ودارت بيننا الأكواب، شربنا ببسم الله.
صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. صلوا علي وسلموا في الخلد حقا تكرموا. صلوا علي وسلموا في الخلد حقا تكرموا. بنعيمي تتنعموا بعطيات من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. هو أحمد باب الغدى ذو المعجزات على المدى. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنى. اللقاء بجمعنا. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين. صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال داجية الظلم وبه الوجود زين.